الظاهر اني غلطت غلطة كبيرة. الحكاية كبرت وكانها سببت مشاكل كتير، بس انا ما كنتش اقدر اسيبها تموت واحرق قلب شفيق عليه. الله القعدة معانا تكون لد عليك وبسطاك يا منتصر بيه. اكسر الشر الله يرضى عليك. انا جاوبت على سؤالاتك وبالحق، مع اني عارف ان الاجابة دي ممكن تضايقك، بس يمكن يعني لو فكرت تلقى عذر للست النايب. لا مش عايز اسمع تاني حكايات واصل. اللي انا عايزه اتحققت منه يا ابوي. دلوقتي عايزين نتحدث في حكاية تانية خالص. حكايتي ايه بيه؟ دلوقتي انا عايز اعرف منك حاجة واحدة عشان نبقى حبايب. فين مكان المخزن الكبير بتاع السلاح بتاع سيادة النايب؟ سلاحي ايه؟ السلاح ايه اللي بتتحدث عليه؟ انا مش فاهم حاجة. كيفك يا سالم؟ صحالي وفوق لي زين. الفجر قدامه ساعة، عايز 100 راجل من العربوية يكونوا قدامي بعد الصلاة بسلاحهم الآلي. اللي معهوش سلاح أنا هدبر له السلاح. اجهز وحتفهم بعدين. مع السلامة. دير عمرك يا عمي. وقعد. اسمع اللي هقول لك عليه وتنفذه بالحرف. خير جنابك. مصطفى لازم يرجع، عايزه قدامي قبل طلوع الشمس، مهما حصل لازم يكون حي. مفهوم؟ يعني انا طول الفتره اللي فاتت بشتغل مع عمي في التجاره دي، بوزع سلاح على الخلق عشان يموت بيه بعض. شوف كديه الدنيا عجيبة. طب ليه عمي ما قاليش؟ ليه سايبني ماشي على عماية كده؟ والله انت صعبان علي يا والدي. انا حبقى اقول له يقول لك الحقيقة بعد كده ويفهمك انت بتعمل ايه وسط رجالته. ايه اللي بيحصل ده؟ رجالتك هم يا منتصر بيه، والباقيين برا تحت ايدين العربوية. احنا معانا 100 راجل بسلاحهم، وفي 500 في الطريق جايين على هني، وانت اللي في يدك تمنع المصدر الكبيرة دي. اوعى اكون فاهم ان الحكومة هتتدخل ما بيني، فأحسن لك وأحسن ليني ما نستناهاش، لأنهم على ما يوصلوا هتكون خسرت خسارة كبيرة قوي يا منتصر بيه. احنا عايزين ناخد الراجل بتاعنا ونتكله على الله. احنا ناس نعرف الأصول زين قوي. أحسن لك يا منتصر بيه متشعللش النار في الحكاية أكتر من كده، نخلص الموضوع. إن شاء الله تكون زينة كبير. أول ما لقيت الرجالة جايين عشان ياخدوني من المطرح اللي أنا كنت فيه، طلعت لقيت رجالة تاني جنابك بعتهم عشاني. عرفت يعني إيه يكون ليك عيني وعزوة، عرفت يعني إيه يكون ليك ناس وليهم كبير. يا كبير أنت مستقل لنفسك ولا إيه؟ كبير بيك وبحمايتك وجودك. لساك ما فكرش حاجة؟ لسه يا كبير. أنا عارف إن جنابك اتحملت مني كتير. معقول راسك دي ما مرش عليها ولا خاطر واحد جديد؟ للان يا كبير ما فيش غير الصورة المغايمة، الحس اللي كنت بسمعه قبل سامي. بيقول إيه؟ أخطر حاجة إن يكون البني آدم عدو مستخبي. عدو مستخبي؟ تفتكر فين يكون العدو المستخبي ده؟ مش فاكر يا كبير، مش فاكر.
الساعات الكتير اللي قعدتها عند منتصر حاولوا يخلوني أجرب حاجات أنا مش مصدقها. كنا عايزينك تجرب إيه؟ أجرب مكان مخازن السلاح بتاعت جنابك. سلاح؟ منتصر قال لك كده؟ تصدق يا كبير؟ من كتر ما ناش في راسي ما انا كنت قربت اصدقه. بس قلت لا. معقول؟ جنابك اللي هتبيع بنفسك الخطر اللي بيشعل النار بين الخلق؟ تقول متأكد انك صعيدي؟ كنت قلت عليك واد خرع. ها؟ السلاح مش خطر. السلاح امن وامان لكل واحد فينا. بندافع فيه عن ارضنا وعرضنا ومصالحنا. الصعيدي ما يستناش حد ياخد له حقه، لازم ياخد حقه بيده. ها؟ ولا انت نسيت عوايدنا كيف ما نسيت الاصول الواجب اللي تربينا عليه؟ لا يا كبير، لا انا نسيت كتير، لكن الاصول والواجب عمري ما نسيتهم. يعني انت فاكر كل اللي حصل لك من يوم ما دخلت سرايتي؟ ايوه يا كبير، فاكر اللي حصل لي بالحرف. ما خطيتش الاصول والواجب؟ حاشا لله يا كبير. تحددت مع مين في السرايا من يوم ما جيت؟ انت عارف يا كبير، مع رجالة شفيق ودعم بدير. ما حصلش كلام مع حد تاني؟ مش فاهم حديثك يا كبير، تقصد ايه جنابك؟ بالاذن يا كبير. ايه اللي دخلك هنا من غير اذن يا بكر؟ لا مؤاخذة، بس عربية الدكتور فخري وصلت. روح وانا هحصلك. يلا خدامة. بروح دلوك ارتاح في مطرحك ولينا حديث مع بعض. ها؟ جهز روحك انت والرجاله عشان هنطلعوا الجبل وناخدوا معانا مصطفى. الجبل؟ كل تؤمر به يتنفس يا عمي. على جبل المحبوب وديني. يا سلام، اهو ده الكلام. بالله عليك يا شفيق بلاش نطلع دلوقتي، انا تعبان من امبارح. يا مصطفى نفذ اللي بقول لك عليه وبعدين هفهمك على كل حاجه. اقول لك ايه، ماشي يا واد عمي اللي تقول عليه حاضر. دلوقتي تطلع تتمشى عند البوابه، اول ما تلاقيني طالع بعربيتي هنادم عليك. تركب طوالي، مش عايز مخلوق في السرايا يحس انك خارج معايا، فاهم؟